الخبر الاول اللي عدنا عنه سمى مروان نورمار والفولو اللي سوى البعض بحساباتهم بالانستغرام. طبعا هو اثنيناتهم حاليا بدبي، في يمكن يصير بيناتهم تعاون، تصبر فيديوهات اكيد حتكون فيديوهات ناريه، فاكتبوا لحباب بالكومنتات ايش متحمسين الها. ننتقل حاليا لباري جداد ووصول حسابه بالتيك توك لل 8 مليون متابع، فان شاء الله الف مبروك، عقبال 10 مليون يا رب. وطبعا لا تنسون يا حبايب ان تباركوا له بالكومنتات على هذا الانجاز. وننتقل حاليا نورمار وكشف الحقيقه من هي البنيه راح يلتقوا وياها بعد ما سافرت من تركيا لدبي، فنزل هذا المقطع على قناته وكشف من هاي البنيه واللي هي عايده. للاسف البنيه ما طلعت هي قمر، فهو المتابعين ضاجوا وزعلوا من هذا الشيء، وطلبوا من عدن هو يصوروا يا قمر مار، فاكتبوا الاحباب بالكومنتات هل تريدوا يصوروا يا قمر او لا. ننتقل حاليا لاسو شنو قاعد يصير وياها، فصار 24 ساعه ما قاعده تنزل ولا ستوري غير هذا الستوري الغريب اللي كانت منزلته بايموجي حزين، اضافه انه حتى اختها ما قاعده تنشر اي شيء، واتوقع اغلبكم يعرف ان امها حاليا بالمستشفى وحالتها خطره، والله ايش فيها يا رب ان شاء الله ما يكون صار لها اي شيء. اكتبوا الاحباب بالكومنتات شنو تتوقعون اللي قاعد يصير ويا اسو. ننتقل حاليا للغيث مروان وليش هو قاعد بده ينزل مقاطع ومختفي عن السوشيال ميديا، فنزل شويه ستوريات يقول بها انه هذه الفتره هو ما قاعد ينزل هوايه لان قاعد ينتقل البيت جديد وقاعد يضبط بيه الى الان، وبايت راح ينزل لكم فيديو عن هذا المقطع. جايز انا عارف صار لي فتره مختفي بس كله من ورا البيت، والبيت فيديو البيت بكره حينزل وحقدر اصور على راحتي بالبيت باي مكان، لان اغلبيه الوقت انا عم بضيه بالبيت وعم بظبط البيت وعم بسوي اشياء كثير. وانا كمان وغير هيك البيت لسه ما خلص بس حصور لان خلص انا بدي اصور ستوريز مش قادر. ننتقل حاليا لبيساوان الشايب وشويه اخبار بهذه الفتره انه يقولون راح يتزوجون، فهم المتابعين بس سمعوا هذا الخبر صاروا يتهجمون عليهم اللي يقولون ان الشايب اساسا ما راح يتزوج بيساوان، مجرد قاعد يمزح عليها او يكذب عليها، وشايب السر تقول اساسا ما حد مهتم هم كل اللي قاعد يسووا عن مشاهدات، فما ادري صراحه من احباب بالكومنتات هل توقعون فعليا راح يخطبون او مجرد الموضوع كله عباره عن مشاهدات وشغل يوتيوب مو اكثر. ننتقل حاليا شيرين بيوتي واول شيء وصولها للسويد بالف خير والسلامه، بالنسبه للشيء صارت تبكي فنزلت شويه ستوريات عندها تحضر بها فيلم، وبعدها صارت شويه تكتب عليها متاثره وقاعده تبكي بالستوري اللي بعده. وبس يا احبابنا وصلت المقطع، اذا المقطع عجبكم لا تحطوا لايك واشتركوا بالقناه، ونكون فهد الزين من قناه مملكه القصص، وبس فجروا هذا المقطع باللايكات ومع السلامه.